عندنا مادة ثانية حتية في القانون فهم إشراف مباشر من النيابة العامة. إشراف مباشر من النيابة العامة بالنسبة لحالة البلد. هو لذلك هذا مش عارف هو أصلاً. قرار البلديات راهو لازم يروح بروح غير عميد البلدية بيدير شتى الوسائل لينزلك تحت السلطة هو. هو بالقانون راهو القرار لاغي يروح بشخصية. إشرافيا بس أنت بتحكم بالباش القانون رقم 9 اللي توه أعطيت لك هذا قبل. بالنسبة للقانون تعديل القانون رقم 3 لا هذا ما هوش تعديل هذا قانون صادر نفسه على الهيئة النظمية الهيئة النظمية قانون رقم 30 احنا اللي اصدرنا يقول ينشف كل بلدية حرس بلدي هذا ما عندناش نقاش فيه وحتى كل بلدية موجود مركز حرس بلدي موجود حاليا على أرض الواقع لكن احنا في نفس القانون عطينا تصنيفين استثنيتين في نفس القانون فهم قال لك أول شيء المادة الرابعة من المادة 13 مع مراعاة أحكام البنود السابقة لا يجوز التحقيق مع رجال الحرس البلدي عن الجرائم التي تتعلق مباشرة أعمالهم ووظيفتهم إلا من قبل النيابة العامة فهم وبعدين عندنا حتى هو مادة قانونية حتى هي موجودة في القانون احنا نشتغل اللي هو تحت إشراف النيابة العامة بناء على القانون الإجراءات الجنائية المادة 12 هذا موجود 13 إشراف النيابة العامة مباشرة بناء على توصيات من عمداء البلديات هذا البرنامج بيصدر القرار هذا القرار هذا يعتبر مخالف للمواد القانون 59 مخالف للبرنامج لكن احنا كتنفيذ اختصاصات موجودين في القانون 59 وموجودين في القرار 448 الصادر عن وزارة الحكم المحلي بتنفيذ اختصاصات اللي هي الواردة في القرارات والقرارات اللي صادر من عمداء البلدية مستعدين لفتوح على حسب اختصاصنا حاجة خاطر اختصاصنا ما انتبهتش تو ممكن يجيكم ولا بس اللي صارت لي جديد انا غادي قالوا لي في المجلس البلدي احنا بنجم المحلات ونحطوا رسم معين على صار الدولة الوسع حالي ما فيش كذا صار رسم معين كل محل 10 دينار على كل محل مدنيه ولا كذا ولا غيره قالوا جيب لنا الحرس البلدي يستلم الكتيبات قلت له هذه مش من اختصاصنا يعني احنا نستلم الجبايه لا من اختصاصك انت كمرتب مالي جيب جابي يستلم من كل واحد احنا كحرس بلدي نفذ اختصاصنا بس فهم دخل محل ما عندناش مشكله يطلع معايا جابي اعطوه باقي ما اعطوش هم حرين ملزم انهم يعطيه هو حر لكن مش ملزم اني نجبر انا صاحب المحل نجبر لكن نفذ قرار ماشي اللي ماشي اللي ماشي اللي ماشي محلك مش حرس بلدي مع الموظف هذا التعاملي. لا هو قاصد هو قاصد قال لك على اساس الحرس البلدي يجبر المواطن يجبر المواطن بالجبايه بالجبايه استنساخ قانون صلاحيات حرس بلدي بان عندها مش اختصاصنا هذه مش موجوده في اختصاصنا احنا نفذوا القوانين والقرارات المعمول بها تاخذ في مخالفه طيب عندنا حوالي 1500 ولا 2000 حرس بلدي عندهم اخطاء ارقام وطنيه ليهم توا 3 سنوات ما يتقاضوش المرتب عندنا ايقافات ومرتبات مخاطب فيهم يا اخوان ارى الناس هذه مسوفه شو كملوا اجراءاتها ما فيش حد يكمل اجراءاتها لما في فرق بعد كنا احنا جهاز كان الجهاز يقدر يصنف الموظف اللي عنده ويصلح اجراءاته في بعض الموظفين اللي هو في الجهاز يكون رتبهم مخالف درجات الوظيفيه انا ما اعتقد تم تعديلاته في شؤون الموظفين يعني في واحد يجينا رايد رتبته 9 نقيب رجعوا له الموضوع فيه اللي يجينا شهاده مزوره او كان متعين في الشعبيات في اللي زي ما حكيت لك كان عندهم امراض نفسيه كانوا ايضا رخصات يعني تعيينات استباقيه ليش حتى الشعبيه كانت تعيش خوف يقول لك والله ان حصلت تعيين ندف الناس هذيهم نحصل الحرس البلدي ما بين الحرس البلدي في 98 بعد احنا خشينا في الاداره العامه كان بعد كان الفحص ومرينا على لجنه الفحص اللي استجنى الفحص من 150 75 نفر ودربنا في معهد تدريب الشرطه 75 نفر استجنى الفحص يعني شوف الدقه كانت فيها في كانت في 98 تو شوف انفتحت الابواب على مصراعيها من 98 ل 2006 رجع ضبط العمليه بعد انشاء جهاز الحرس البلدي تو من 2006 ل 2011 بدينا نواجهه في بعض المشاكل والعراقيل ليش؟ لان قرص او يعني وضعت قيود لجهاز الحرس البلدي. انت بتنظر للعوائد الماليه اللي تجبي منها البلديه، انت من الضرائب تقدر تحل مصلحه الضرائب تدفع من سبتمبر سؤال واضح بحضور الاخوه ولا تقدر تحل مصلحه الضرائب انت
بصفة عامة من الدولة كلها. كل عام البلدية. قال لي لا احنا ناخذوا منها في حصيلة بس كل بلدية تاخذ منها 10%. قلت له ايش المعنى ان الحرس البلدي معناه هو اللي ينفك بس. رغم ان احنا نشتغل عليهم كلهم. نشتغل على الضرائب، نشتغل على مكتب رخص في الاقتصاد، ونشتغل على الأملاك العامة، ونشتغل على العقارات، ونشتغل على المناجم والمحاجر، نشتغل عليها كل الحرس البلدي. احنا سلطة تنفيذية لجميع القوانين المعمول بها داخل البلدية. نشتغل مع الاقتصاد. أنا مكلف عندي أعضاء بالحرس البلدي بلدية صديدة، عضو في شعبة المخابز، عندي عضو في وضع التسعيرة تاع البلدية داخل المحلية للحلاقين وغيرها، عندنا عضو لمتابعة جميع الأنشطة الاقتصادية في بالذات في الصيدليات والعيادات والمختبرات، أعضاء تبديل عارف الصيدلية اللي تمشي وعارف الصيدلية اللي تقفل وعارف كل شيء عارفينه. ويعطوا فيها كل صيدلية الصلاحية متاعها ومسافة الترخيص وكلها بلجنة مختصرة من الاقتصاد. جيل التخطيط العمراني عندنا أعضاء من الحرس البلدي يتابعوا في العمل في التخطيط العمراني. بالإضافة للمكتب التحقيق اللي موجود فيه كل مركز اللي عندنا داخل فرع. جيل المهندس يعطي في التقرير الفني دوره. احنا بنتابع التقرير الفني في حالة بناء مخالف. بعدين بناخذ التقرير الفني بنعدوه منه وبعدين النهاية نوصلوه عليه للنيابة العامة وللقضاء. هذا طول. ونبلغوا عليه البلدية ونقول له راه فلان كذا سين من الناس اسمه كذا مقيم كذا راهو تزاوج بناء عشوائي في منطقة كذا. وحولنا له القضية رقم كذا كذا باش من يتابع المكتب القانوني في البلدية وإلا في المرافق كانوا يتابعه. كانوا عنده بيه دراية. احنا وصلنا مهدنا وقفنا على البناء ووصلنا للقضاء. بجيل حماية البيئة، حماية البيئة داخل مدينة صديقة الحالية الوقت الحالي يشتغل على يد بيد. عندنا دوريات تطلع وتفتش وهم معنا ملمين بالمفتشين الصحي وبالمهندسين المائيين المجدين الموجودين المهندسين التابعين للمياه وكذا يقدموا في خدمات كاملة متشخين فيه.